نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفلا في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لمقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية. حضر الحفل عشرات الدبلوماسيين والبرلمانيين ورواد الأعمال، وتحدث خلاله عدد من الشخصيات البريطانية المرموقة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وسط العاصمة البريطانية لندن، نظمت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة احتفالية بمناسبة الأعياد الوطنية للمملكة، وذلك بحضور نخبة كبيرة من الدبلوماسيين والبرلمانيين ورواد الأعمال ورموز المجتمع البريطاني. بدأ الحفل بكلمة ترحيب من معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة. السيدات والسادة، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في هذا اليوم للاحتفال معا بالعيد الوطني البحريني. نرسل خالص أمانينا لقيادة وشعب البحرين بهذه المناسبة. نحتفل الآن بعام جديد من النمو والتقدم تحت قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة. من جانبها، أكدت تيريزا ماي رئيسة الحكومة البريطانية السابقة والعضوة بالبرلمان البريطاني على قوة ومتانة العلاقات الوطيدة بين المملكتين، سواء في مجال التجارة أو الاستثمار. من دواعي سروري أن أكون هنا بينكم الآن للاحتفال بالأعياد الوطنية لمملكة البحرين. هذه فرصة للاحتفاء بعلاقات تمتد لأكثر من 200 عام بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين. علاقات صداقة وتجارة واستثمار وشراكة أيضا في مجال الدفاع بين المملكتين. وهذه العلاقات الوطيدة تعكسها الاتفاقات التي تبرمها المملكتين بين الحين والآخر. وفيما أكدت ماي على متانة وخصوصية العلاقات البريطانية البحرينية والممتدة على مدار سنوات طويلة مضت، تحدث اللورد طارق أحمد وزير شؤون الشرق الأوسط في بريطانيا عن التعاون الوثيق بين المملكتين في مجالات عدة، منها التكنولوجيا الخضراء والتصنيع ومجالات أخرى، مؤكدا على قوة العلاقات البريطانية البحرينية وجذورها القوية وتاريخها الذي يؤهلها لمستقبل مشرق ومزيد من التعاون. أود أن أبدأ كلمتي بمقولة نقلا عن جلالة الملك حمد، ألا وهي الإصلاح والمهمة التي لن نحيد عنها، فهذا يعبر عن الإيمان والإصرار. فبالنسبة لنا، نعمل من أجل شعبنا، وبعون الله سنمضي قدما في التطور والتقدم الوطني في دورة الحياة للشعب البحريني في المملكة. وهذا ما سمعناه من سعادة السفير والذي ينعكس في مملكة البحرين التي نشاهدها اليوم. إنه من الرائع وجودي هنا اليوم بين أصدقائي بعد عودتي من الزيارة لحضور حوار المنامة. أتقدم بالشكر للقائمين على ترتيب هذا الحوار، وأخص بالشكر سعادة السفير وفريق العاملين وبعض الحاضرين هنا اليوم في وقت نواجه فيه صعوبات وتحديات حرجة. مرة أخرى أشدد على سروري لوجودي هنا بين أصدقاء لديهم رؤية وبصيرة لضمان استمرارية هذا الحوار. كان لي الشرف بالفعل لقضاء وقت في البحرين، ليست مرة واحدة ولكن لمرتين خلال هذه السنة، والتي شعرت فيها بالصداقة والدفء بين مملكتينا. فمن دواعي سروري أنني كنت جزءا من هذه الرحلة. فمملكة البحرين تتقدم في مجالات شتى مثل الاقتصاد والعدل والإصلاحات الأمنية، والتي تمثل مبادرة في غاية الأهمية. وكوني وزير حقوق الإنسان البريطاني، إن التقدم الذي لاحظته في مجالات مثل العقوبات البديلة ونظم السجون المفتوحة الجديدة والتي غيرت حياة المواطنين للأفضل. وقدم عدد من نواب غرفتي البرلمان البريطاني التهنئة والتحية لمملكة البحرين بمناسبة أعيادها الوطنية. من قلب العاصمة البريطانية لندن، احتفلت سفارة مملكة البحرين بالعيد الوطني للمملكة، فيما أكد الضيوف على عمق ومتانة العلاقات البريطانية البحرينية، متمنين مزيد من الازدهار في السنوات القادمة. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.